هاي يا حلوين، كيفكن؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هذا الفيديو هو فيديو لحتى أخبركم فيه كل الخطوات اللي لازم تقوموا فيها حتى تعملوا جيميل أكاونت، ولحتى كمان تفوتوا على أي إكزام بينحط على ويب سايت المدرسة. أول شيء مثل ما شايفين هون عندكم في إنه تعملوا جيميل أكاونت، بنفوت عليها بيكون في كمان كبسة بنكبس عليها بتطلع قدامنا هيدي الصفحة. في عندي هون الـ first name, last name, اليوزر نيم والباسورد. بكتب أنا اسمي وعائلتي، وهون بنقي أي إيميل أنا أقدر أحفظه وسهل يكون علي أكيد باسمي وبعائلتي، مثلا for example ميساء هلاني 23 for example 24@gmail.com. بحفظ هيدا الإيميل وبكتب هون الباسورد، كلمة المرور الخاصة فيني أنا choose my own password، وبكتب أي كلمة أنا بقدر أحفظها وحفظها عندي، برجع بكتبها مرة تانية وبكتب next. من بعد كلمة next رح يطلع قدامي رقم التلفون اللي قالكن تحطوا رقم التلفون الخاص فيكن، بيبعتولكن كود على هيدا التلفون اللي هو بتكون رسالة نصية أو مسج. بتشوفوا هيدا الكود وبتكتبوه عندكن هون بالبوكس اللي بيكون فاضي، بتكتبوا الكود اللي وصلكن، ومن بعد هيدا الشي بتحطوا النهار اللي انتو خلقانين فيه، الشهر والسنة يكونوا مزبوطين، وإذا أنتوا ميل أو فيميل يعني ذكر أو أنثى، وبتحطوا تالي أو نكست. هيك بتكونوا عملتوا جيميل أكاونت. أكيد بتحفظوا شو هو الجيميل أكاونت اللي أنتوا عملتوه، والباسورد اللي قالوا دايما بتخلوه على نوتس أو على ورقة معكم. هلأ أنا كيف بدي فوت على أي امتحان بيعطوني إياه على موقع المدرسة؟ مثل ما لاحظتوا اليوم كان عنا بمادة العلوم بصف السادس نهار الاثنين اللي هو اليوم 30 الشهر في كلمة exam. أي مادة بيكون عندكم إياها بالأيام اللي جاية بتضغطوا على هيدي الكلمة exam أو أي كلمة تانية، بتطلع قدامكم صفحة الكويز اللي هي فيها sign in. لازم أنتوا تحطوا هيدا الجيميل أكاونت اللي عملتوه تقدروا تحلوا المسابقة. بتحطوا sign in، بيطلع قدامكم الأكاونت اللي انتو عملتوه إذا كان مفتوح. إذا ما كان مفتوح بترجعوا بتكتبوه من أول وجديد. أنا الأكاونت اللي عندي مش مفتوح كتبته dietitian.mysa@gmail.com، بحطه وبكتب الباسورد. هلأ هون أنا دخلت على صفحة الكويز أو المسابقة اللي عندي إياها ولازم حلها. دخلت عبر الإيميل الخاص فيني اللي هلأ أنا وياكم عملناه، الخطوات اللي علمتكم عليها كيف تعملوا جيميل أكاونت. طبعا بتحفظوه وبتحفظوا كلمة المرور، بترجعوا بتكتبوا هون بالإيميل أدرس أو عنوان البريد الإلكتروني هيدا الجيميل أكاونت اللي انتو عملتوه باسمكن انتو لتوصل إجاباتكن للمعلمة. بتبلشوا بحل المسابقة، بتختاروا مثلا عن صف السادس في عندن هودي الأسئلة، اخترنا الإجابات وكمان هون بتحلوا السؤال وبتبعتوا كلمة سبميت. سبميت يعني إرسال حتى أجوبتي تروح لعند المعلمة، أجوبتي بتصير عند المعلمة وبقدر أنا أشوف السكور اللي إلي أو علامتي. أخذت 2 من 3، جاوبت على سؤالين، كل سؤال علامته بتكون موجودة هون ومصلح. إذا هو ما بيكون مصلح يعني المعلمة هي ما بتصلحه، ما ضروري نسأل عن هذا الموضوع، بعدين المعلمة بتخبركم بالإجراءات. ضروري إنه تحفظوا الجيميل أكاونت، كلمة المرور، وتدخلوا عليهم على كل امتحان مطلوب منكم من خلال هذا الجيميل أكاونت وكلمة المرور. بعد ملاحظة صغيرة انه هلأ بالامتحانات الجاية اللي عندكن ياهون رح يسمح للصفحة تفتح مرة واحدة، يعني اذا حدا طلع من الصفحة او بعد كلمة سبميت وخلص اجاباته ما بقى يسمحوا له يفتح الصفحة مرة تانية او يبعت اجابة تانية، خلص بتصير الاجابات عند المعلمة. اوكي، فهذا الشيء تأكدوا كتير منيح منه وانتبهوا له، وموفقين جميعا واكيد stay safe.